الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من استنى بسنته واهتدى بهداه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، قضيتنا الكبرى التي يجب ألا تنسى في جديد التحديات وفي زخم الحوادث والمؤامرات، حيث إنها ركيزة الأمر التي تبنى عليها الأمجاد والحضارات، بل وتتحقق بها التطلعات والانتصارات، وتخرج بها الأمم من دوامة الصراعات. هي إذا الشيء اللي لازمنا نركز عليه هو أننا أمة عقيدة إيمانية صافية ورسالة عالمية سامية، أمة توحيد خالصة لله واتباع مطلق للحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية الأخرى هي حديث المناسبة وكل المناسبة، والتذكير بها موضوع الساعة وكل ساعة إلى قيام الساعة. هذا هو حاجة الأهمية الهامة التي يجب أن نركز عليها، أننا أمة عقيدة إيمانية صافية ورسالة عالمية سامية، أمة توحيد خالص لله واتباع مطلق للحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يجب يكون السنة وعمشي وعمشي وفي حياتنا كلها، أننا عندنا رسالة عالمية متتالية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن خير ما بني من المسلمون وتحدث عنه المسلمون العقيدة الإيمانية والسنة المحمدية والسيرة النبوية، فهي للأجيال خير مرب ومؤهل. السنة النبوية هي للأجيال خير مرب ومؤهل، وللأمة أفضل معلم مؤهل. السيرة النبوية هي أفضل معلم وأفضل مؤهل وأفضل مربي وأفضل مهذب، وليس هنالك أبدع للمرء مما يفتح من التحدي في عهد الرجال. تبقاش حاجة تسد على لسان تربيتك عن الإنسان الجيد. فكيف والمحبوب هو حبيب رب العالمين وسيد الأولين والآخرين، فهو منة الله على البشرية ورحمته على الإنسانية ونعمته على الأمة الإسلامية. فبالله ثم بمحمد بن عبد الله قامت شرعة وشيدت دولة وصنعت حضارة وأسست ملة من ملل الهدى الرب، بنيت على التوحيد وهي حقيقة نادى بها الحكماء والعقلاء، بنيت على التوحيد وهي حقيقة نادى بها الحكماء والعقلاء. وليس هناك أحد من البشر نال من الحب والتقدير ما ناله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فباسمه تلمح ملايين الألسنة. مليارات مرات وعدته صلى الله عليه وسلم،
مليارات ومسبعين مليار. ولذكره تهتز قلوب الملايين. والعبره ان يتحول هذا الحب الى بحر اتباع، اتباع دقيق لكل ما جاء به عليه الصلاه والسلام، كما قال الحق تبارك وتعالى مبينا معيار المحبه الصادقه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم. اذا اخوه الايمان، ولم تكن حاجه الامه في عصر ما الى اقتباس مشكله النبوه والسنة المباركة ومعرفة السيرة العطرة، معرفة اهتداء واهتداء أشد إليها من هذا العصر. العصر هذا في حاجة أوكت مما مضى. كل عام نحن في حاجة في العصر هذا إلى معرفة هذه السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا العصر الذي تقاطفت فيه أمة أمواج المحن وتشابكت فيه حلقات الفتن وغلبت فيه الأهوال، وواجهت فيه الأمة ألوانا من التصدي السافر والتحدي النادر والتآمر الجاد من قبل أعداء الإسلام الذين رموه عن قوس واحدة، والذي تولى كبره منهم شكون من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت من اليهود والنصارى الغاشمين والصهاينة، ويوالي هذا من اليهود الغاشمين الباصمين الصهاينة، ويوالي مسيرتهم معاذ التثليث، معاذ التثليث النصارى الذين يرون ان الله ثالث ثلاثه، الاب والابن والروح القدس، الخلوه الصغيره اللي ربما يشوف مغرومين بالكوارجيه من الخير، تلقاه يجي يدخل الكوارجي تلقاه يعمل هكا ويعمل هكا وهكذا يعمل هكا. هذاك مسيحي وتعرف مسيحي مشرك، كنت تدور مسيحي مشرك يرى ان الله ثالث ثلاثه باسم الاب والابن والروح القدس قناه ببان ايديفيس ايدي سانت اسبري، انت يرى ان الله هو الاب وهو ابنه سيدنا عيسى والروح القدس هو جبريل. واحد ها جوارك يعمل هكا نعمل تصورنا في بيوتنا ونعبدوهم عباده ويشد ازرع المفتونون بهم. ما نعرفوش لما كان يقول النصارى الصالح المفتون، ده مشهور معاهم احنا يشدون الازرع ويشد الازرع المفتونون بهم المتاثرون بعقل افكارهم وسموم ثقافتهم من اهل العلمنه ودعاء التغريب. ويزداد الاسد قرن مش طويل مش عظيمه، هم معروف ربي سبحانه وتعالى بين دمنا، ربي بين دمنا وقتلنا عليهم ونبهنا ولا نضع كلمه النصارى حتى تتبع عقلهم. لكن الذي يزيد الاسد والحسره حين يجهل كثير من اهل الاسلام حقائق دينهم وجوهر عقيدتهم ويسيرون مع التيارات الجاذبه دون تمحيص ولا تحقيق. كما شفنا وبرا يا سيدي تصب في الدواب في العين العوره، قول يوم إرام احتفال برأس السنة الميلادية وإظهار الفرحة والسينة وغير إرام ميناء
هي النية بتاعك اشتغل، مش هي نية، مش لما تتعدى على مسائلية ولا يتعدى تصرفات معينة ولا كذا إلى آخره، أما أن تشري المقدم ولا المستعمل تشري كذا إلى آخره فهذا تشبه تشبه بأهل الكتاب والنصارى. إذا إخوة الإيمان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه وقفات ومخطفات مع جوانب من أهم جوانب السنة العطرة والسيرة المباركة. ذلك هو جانب الشمائل النبوية والسجايا المحمدية والأداب المصطفوية، فهي معين ثري وينبوع صاف متدفق يرتوي كل من أراد السلامة من لوثات وثنية والنجاة من أحكام الجاهلية من هذه السيرة. إذا نحن بحاجة إلى تجديد المسار على ضوء السنة المطهرة وتصحيح المواقف على ضوء السيرة العطرة والوقوف طويلا للمحاسبة والمراجعة. ونريد من مطالعة السنة والسيرة ما يزيد الإيمان. شوش فلنش بقرأ السيرة وبعض كتب السيرة مثل هذا الكتاب وغيره، يواجه ماشي نزداد يزداد إيماننا ويزداد حبنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إنا وشوش ويعلو بالأخلاق ويقوم المسيرة وحسن أخلاقنا، لأنه بصدق وبصراحة أخلاقنا الحظيظة، أخلاقنا الحظيظة. وسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معناها صلى الله عليه وسلم من جعل الهدف من رسالته هو مكارم الأخلاق، هو العالم كل ما فيه من حروب وتشنجات وصراعات وغيره وغيرها، وش هو؟ هي مسألة الأخلاق. إذا تأملوا إخوة الإيمان هديه وشمائله في جوانب الدين والدنيا الأسرية، ففي مجال التوحيد لربه صدع صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ودعا إليه 13 سنة بمكة و10 بالمدينة. كيف لا وهو المنزل عليه قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن أول واجب على محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعنوا بأمر الدعوة إلى توحيد الله التي قامت عليه رسالته عليه الصلاة والسلام. الدعوة إلى توحيد الله، معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الألوهية وصفات الربوبية وصفات الجمال وصفات الجلال وغيرها. أما في مجال ربوبيته لربه صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تقطر قدماه، فيقال له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذا يا أمة محمد، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مجال الأخلاق، وسنقرا من سيرته صلى الله عليه وسلم في مجال الاخلاق، تجد مثال الكلام في رقه القلب رقه صلى الله عليه وسلم، وسماحه اليد، وكف الادب،
وبذل الندم وعفة النفس واستقامة السيرة. كان عليه الصلاة والسلام دائما بشر، دائما بشر. مش كل من عليه دي من أهل إيش كان دي مولينا كل عدد تظهر كنا أصبحنا عبو سلطان ضيع دائما بشر صلى الله عليه وسلم. سهل طبعا ليل الجاد ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاء أسود ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن كان يعفو ويسمح صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول وكان من ذلك من محل الأفضل والموضع الذي لا يشتهي سلاسة طبع ونزاعة لفظ لفظ ناصح ظاهر وجزالة قول وصحة معاني كلام سلس كلام لين كلام ظاهر ناصح ومعاني صحيحة وقلة تكلف. من أقول لك قلة تكلف؟ أنت شو تكلم عن ثنتي دواء بكم هذان الرمال هذان هذان بيجان البطي هذان أكمل ما أفهم هذا واحد واحد لغوي لغوي معناته دخل على خبر حبي يستعرض عليه الفصاحة بتاعه بكم هذان الرمال قال ابن احمد ذلك وصفع ذلك فبأي آلاء ربكما تنتهي ذلك؟ ما عرفش ماشي جواب. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بدون تكلف. أوتي جوابي عن كلامه وخص بمدامع حكم كلامه كان حكما. وعلم ألسنة العرب يخاطب كل قبيلة بلسانها لهجتها ويشاورها بلغتها. اجتمعت له قوة عارضة بادية وجزالتها، قوة أهل البادية في فصاحتها ونصاعة الألفاظ الحاضرة ورونق كلامها، إلى جانب التأييد الإلهي الذي مدده به الوحي. وكان الحلم والاحتلال، الحلم والاحتمال صلى الله عليه وسلم. والحليم، شكون الحليم؟ الحليم هو الذي يعفو عند المقدرة ويمسك نفسه عند الطلب، هذا الحليم. وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره صفات أدبه الله بها. وكل حليم قد عرف منه زلة، كل حليم مرة تصير غلطة طبيعة وحفظت عدوى، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزدد مع كثرة الأذى إلا صبرا. قد أتى وكان لا يزدد إلا صبرا، وعلى إسراف رجاله إلا حلما. كل واحدة أقف عندها لنفسي وله باش الواحد يعلم القرار كيعرف فيه في حياته ومش قاعد يعرف إذا أنا توفي ولدي ولا كذا ولا بنتي كيفاش نتصرف معاها؟ كيفاش قاعد نتصرف معاها؟ وأنتي راح كان يمكن تفكير صحيح ولا غلط. وربي يخرجنا ان شاء الله وربي يبارك فيكم. كنا غلطين كنا، لكن الا من رحم ربي ان شاء الله ربي يقبلنا برضاه. قالت عائشه رضي الله عنها: ما خير رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم بين امرين: الا اختار عيسى ربما ما لم يكن اسما، فان كان اسما كان ابعد الناس عنه، ومن انتقم لنفسه عمر انتقم لنفسه، الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم لله بها، وكان ابعد الناس غضبا واسرعهم رضا. ابعد الناس غضبا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. محمد صلى الله عليه وسلم. احنا كل شيء قد حلت قد حلت شعلة كيلو زيت. قد حلت وعيشة وعيشة. قال اوصني يا رسول الله. قال اوصني يا رسول الله. قال لا تقل. اوصني يا رسول الله. قال لا تقل. اوصني يا رسول الله. قال لا تقل. الى الاخير. وكان من صفة الجود والكرم ما لا يقابل قدر. فمش كيف في الجود والكرم صلى الله عليه وسلم. كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. وقال جابر: ما سئل شيئا قط فقال لا. عمر واحد سأل حاجة وقال لا لا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان من الشجاعة ومن البذل والبأس بالمكان الذي لا يشهد. كان أشجع الناس، حضر المواقف الصعبة. هذا هو الأولى وفر الأبطال غير مرض، وهو ثابت لا يبرح. يا بعض صحابه يا كان معه، لكن هو كان لا يبرح. ومقبل لا يؤمن ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد قصيت له الفرع. ايش عن شجاع؟ أصابته الفرع هبة نعم، وحفظت عنه جولة سواه. قال علي: كنا إذا حمي البأس شد معه واحمرت الحيطة عينين هنا انتقينا. خبره انتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العهد منه. قال أنس: فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقه الى الصوت، وهو على فرس لابي طلحه في عروق السيف، وهو يقول: لم تراه لم تراه. اقبل النبي صلى الله عليه وسلم هو قام وخرج من اهله وهو يبحث عن هجر او شيء من ذلك. شجاعه. وكان أشد الناس حياء. شوف من الشجاعة، شجاعة اقتال المحاربة عدو، كيفاش يقابل الحياة؟ وكان أشد الناس حياء وإخضاعا بالخاء. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. يشبش رجع على المسلمين، يشبش رجع بكلمة أو شدة. وكان لا يثبت نظره في وجه أحد. عمره ما كان ينظر في وجه واحد. نشوف الملوك والرؤساء ولا اللي عنده مسؤولية قصيرة. لا حاول تدخل الضيوف ولا كذا. كان بده يشوف صبر، كان بده يصيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يثبت نظره في وجه احد. شوف كيف الحياه. ها؟ وهذا
بديت ربنا عليم هو دي معنى يعني أصلاً الجيل هذا الجيل ده هو الجيل اللي أمرنا توصينا أن يصرفوا عليهم ها وبحرهم إلى آخره ها والذي الأمر علينا فيه كنا نعبدنا ودينا نصرنا في عينيه ها هذا اسمه ها أي للمعالج يخاف الولد من العادات الجاهلية التي ورثناها
سوء الأحلام. لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا لعانا، بالعكس بالعكس. الواحد تعرف به الكلام دلع فيها سنوحات الايد دلع الى اخيه، والى درجه انه ثم واحد الناقه بتاعه شيء من ذلك، الناقه شعبت مسقطته شيء من ذلك لا اذكره، فلعنها فامنعه النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلق حبلا. عشان خاطر ما عمل هيك ماشي، واحد يقول يقول بين عمي 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 كذا الى اخيه. ولا يستخدم الاسواق، ليش ما عملش مشاكل الاسواق؟ هاي فيصل. ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ما أحوجت إلى العفو ويصفح. وكان لا يدع أحدا يمشي خلفه. شوف من طلاقه صلى الله عليه وسلم يخلي حتى واحد يمشي وراءه، إن كان لو أنا انتبه في عفو جدا. وكان لا يترفع على عبيد وإنائي بمأمن ولا مجلس، ويخدم من خدمه، ولم يقل لخادمه اف قط. خادمي وشقه، لا لا، لخادمه اف قط، ولم يعاتبه على فعل شيء او تركه. لم يقل لخادمه ابدا. سيدنا انس خدمه 10 سنين، قال ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قط لشيء فعله لما فعله، ولشيء تركه لما تركته. احنا تقول هيك يعني ايش؟ تشبيه تشبيه يعني فعله، علاش ما عملتش هيك الحاجه؟ تشبيه يعني هيك الحاجه؟ هذا هو شغله، هذا هو شغله في علاقتنا في ديارنا في خدمتنا في كذا، هذا هو. وكان يحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزه ولا يحقر فقيرا لفقره، عمره ما يحقر فقير لانه فقير. لا يحقر فقيرا لفقره صلى الله عليه وسلم. كان في بعض اسفاره فامر باصلاح شاب، فقال رجل السفر مع الصحابة، قال أنا يا رسول الله علي ذنبها، وقال الآخر علي ذنبها وأنا السفر، وقال الآخر علي ذنبها، فقال صلى الله عليه وسلم وعلي نحو الحق بها. واحد يقول له علي نحوها، واحد يقول له اذبحها ولا اقرا نسختها، اقرا كتيبها ولا اقرا مدام هو، فقال وعلي نحو الحق، فقال من يعمل فيها؟ لا يا رسول الله، احنا نكون متعود. فقال قد علمت انكم تكفرون، ولكني اكره ان اتميز عليكم. تعرف كل اللي بيتكلم هذا، هذا الذي خيره المرء ان يكون رسولا ملكا، رسول ملك، او ان يكون رسولا عبدا، فاختار ان يكون رسولا. هذا الذي أخرجه قريش بكل الوسائل، وسائل إخراج مال ولسان وملك وغيره، نعطيه الخليفة الملك أهلنا، ونعطيه الذهب بتاع قداش من عاش كذا، ونعطيه كذا من آخرين، هنا نخدمه كلنا. قال لا، لو وضع فخرا في يميني الشمس في شمالي على أن أجرع على هذا القرن لترجعت. أو أنتم بهذا الدين أنا تركت. هذا صلى الله عليه وسلم يجمع الحطب. نعم، يجمع الحطب ويمشي له الحطب. فإنه يكره، قال ولكني أكره أن أتميز عليكم.
المباشر بالاحترام والتقدير والطباع. مش معنى الانسان يحطم قيمته، مش معنى يحطم قيمته معنى ازاي؟ ها؟ يفذله ويعبر لا، ولكن ان يتواضع ليحترم الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يغسل لسانه الا عما يعنيه. يغسل لسانه، خلاص ما تتكلمش. يؤلف اصحابه ولا يفرقهم. يكرم كريم كل قوم ويوليه عليها ويحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطبع احدا منهم بشرا. ديما بشر وابتسامه، ولكن اذا كان يعرف انه انسان يخبئ ويخفي له شرا من ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحذر. تعمل لست شو سيدنا عمر، لست بالخبي ولا الخبو اخدعني، لست بالخبي ولا الخبو اخدعني، انا مش خبيث. سيدنا عمر قال انا مش خبيث، ولكن سيدنا الخبيث ما عنديش عليه. انا مش خبيث، ما تخوفش مع الناس، ما ناخدش حق الناس، لكن واحد الخبيثة دي تخوف عليه، اللي خبي حقه. كان صلى الله عليه وسلم يتفقد الاصحاب ويسأل الناس عما في الناس، يسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويصوبه ويقبض القبيح ويهيبه، معتدل الامر غير مختلف، لا يغفل مخافة ان يغفل او يمر، لكل حال عنده عدد، لا يقصر على الحق ولا يجاوز الى غيره. كان صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر، على ذكر. ومن قيمة اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره لربه، كان صلى الله عليه وسلم قبل يذكر الدور لا حرمه من النكت، وقوله ترى آية مريم آية شنية الساعة ساعة ترى شنية الصلاة اللي تصار غيره ترى جيب الصلاة تصار مرة شنية الصلاة تصار قل له وصل إلى النبي دعوة لا لا تتطلب لا تتطلب دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذكر ربه أبدا إلا وهو لا يذكر الله إلا وهو طاهر. يقول أخجل من ربي أن أذكره وأنا لست على طهارة. كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوجد الأمان، لا يميز لنفسه مكان. إذا انتهى من القوم جلس حيث ينتهي من المجلس ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في قعدة الناس قاعدين في الجامع في مكة في عشاء في فرع في كذا، كان صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي خليفة ليس في ذلك يقعد ما يحبش حتى يبعد الناس كله يقدم ويقعد إلى آخره حتى اللي يحس اللي قاعد محتاج ولا كذا يحس انه كيف ما نعمل مكانه عن قيمه. وقد وسع الناس بسطه وغروبه فصار لهم ابا. طب الحقيقه قول اسمي صلى الله عليه وسلم وصاروا عنده في الحق متقاربين يتفاضلون عنده التقوى، يتفاضلون عنده التقوى، مجلسه مجلس حلم وحياة وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تقبل فيه الحرم، لا تخشى فلا تهتد، يتعاطفون التقوى ويوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويرفضون ذا الحاجة
كبير. ولذلك مرسي صلى الله عليه وسلم ليس منا بل لم يوقف كبيرنا ويعرف قدر صديقنا او فيما او كما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا بل لم يوقف الوقار الرجل الكبير انسان كبير قدم في حياته قدم للمجتمع قدم للناس حتى هو اصبح انسان عاجز يحتاج الى المعاونه والمساعده. نعم هدايا ناخذ معه ونعينه هدايا اخلاقي المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم فيما اثبت فيما قال او كما قال صلى الله عليه وسلم ما اكرم شاب شيخا في سنه ما اكرم شاب شيخا في سنه الا قيض الله له من يكرمه عند سنه. اي انسان اكرم شاب اكرم شاب انسان شاب اكرم شاب اكرم شيخا في سنه ما خرج الدين اسمه. احنا هذه تنقص
في نفسي والناس كل وانا الانسان داخل بيتربي داخل بيتربي يخلي فكره انه داخل ماشي صف لا ايش هي الصلاه هي وقوف بين يدي الله خلي دخلك فيه ما تبداش تدخل الجامع مش تحكي على الجامع ولا غيري الجامع ولا غيري بس اشكر داخل باش تصلي ادخل وخلي في نفسك ان باذن الله تخرج مغفورا لك عنه هذا هو انك تخرج كلها فما من عبد صلى صلاه الا وضع ذنوب على كتفيه فاذا سجد او ركع تساقط تلك الذنوب كلها هي علاش علاش تتعكر الصف بتاع صلاتك يا اخي هل تقيت فما شويه غلط ولا شويه كذا ولا كذا يا اخي خلي بيتك لله سبحانه وتعالى ان تدخل بين بيوت الله وقدس بيت ربي مقدس لا يجوز فيه لا الصيغه ولا الخصام ولا كذا يا اخي ارجوك وربي يبارك فيك ان شاء الله مش ندخل الصلاه عندي حاجه ندخل الجامع يا سيدي تيجي تحكي وين تيجي لنا يا سيدي بس اشتري ها بس نحكي وين تيجي أنا في بيت ربي في سنج هنا في طاعه مسكت ها في سنج واحفظ ذلك لله سبحانه وتعالى وقال خالد بن الوليد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من اطرافه وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجه يعرض عمن تكلم من غير جميل انتهت له شيء يعرض عنه كان ضحكه تبسما تبسما مش قهقه كان صلى الله عليه وسلم يضحك بس وكلامه مفضل لا غرور ولا تقصير وكان ضحك اصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به وعلى الجهل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محلى بصفات الكمال المنقطعه النظيره اكتبه ربه فاحسن تكتيبه حتى خاطبه مثنيا عليه فقال وانك لعلى خلق عظيم وكانت هذه الخلال هذه الخصال مما قرب اليه النفوس وحببه الى القلوب وصيره قائما تهوي اليه أحدا والام من شكيمه قومه بعد العباد حتى دخلوا في دين الله افواجا واتعرض اخوه الايمان وقصدت ذلك ان اتعرض الى اخر يوم في حياته صلى الله عليه وسلم ثم قبل اسبوع وقبل اربعه ايام وقبل يومين وقبل يوم واردت اخترت لضيق الوقت ان اتحدث عن اخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم روى انس بن مالك ان المسلمين بينما في صلاه الفجر يوم الاثنين هو قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وقيل انه ولد في 9 ربيع الاول وقيل في 12 ربيع الاول والكل ها اللي هو المهم احنا ما يهمناش هدايا شدوا على النقاط حكايه انه ولد في هذا الشهر شهر ربيع الاول صلى الله عليه وسلم إذا خرج علي في صلاة يوم صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة وكان في بيت عائشة فنظر إليه وهو في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف رجع في نفسه على اساس انه النبي صلى الله عليه وسلم مشي كان قد
فبكت ثم دعاها فسارع في شيء فضحكت فدعوت عائله على جمال السيده بعد. قال عائشه فسالتها عن ذلك اي فيما بعد اشواق. فقالت سافر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبض في وجعه الذي اوفي فيه. كان مشهود فبكينا ثم سافرني فاخبرني اني اول اهله يتبعه فضحكت. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم ان فاطمه بانها هي سيده نساء العالمين. ورأت فاطمه ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه. فقالت ولا كرب ابدا. فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم. ليس على ابيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين فقبلهما واوصى بهما خيرا ودعا ازواجه فوعظهن وذكرهن وطفق الوجع يشتد ويزيد وقد ظهر اثر السم الذي اكله بخيمه حتى كان يقول يا عائشه ما ازال اجد الم الطعام الذي اكلت بخيمه فهذا اوان وجدت انقطاع امري من ذلك السم. كان الوقت اللي كان يسميه في مقولته بدي كانت قطع من السم ذلك. واوصى الناس فقال الصلاه وما ملكت ايمانكم. كرر ذلك ميراث الصلاه وما ملكت ايمانكم. ما ملكت ايمانكم كان عند العبيد الى اخره. وكيف الاسلام جعل منظومه دينيه اجتماعيه اقتصاديه حتى وقع القضاء على العبوديه. والعبوديه لما موجوده ما زالت موجوده في بعض القرون ساعدت في بعض المصارع الانسان في ذلك ما يعتبرش ان الانسان يخدم عليه ذلك عهد يعطي حقوقه بالقانون وبالشرع لله سبحانه وتعالى. والله كما تعرفوا كما حكينا قبل ربما مش ذلك ما زالت العبوديه في بعض الدول الخليج يجيبوا ناس يجيبوا ناس من هذه الدول الاسيا الشرقيه والفقراء المغيب كما بنجلاديش شو اسمه ماليزيا وليبيا وليبيسيا وغيرهم يخدم معناتها وياخذوا لك جوازات السفر بتاعهم كما قال ايه وربي ان شاء الله ياخذ جميعا. وبدا الاحتضار فاسندته عائشه اليها وكانت تقول ان من نعم الله علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين بيتي وريقه عند موته. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك. عذرا وعلى مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرف أنه يحب السواك. فقلت آخذ لك فأشار برأسي النعم فلوته فاشتد عليه وقلت أليه لك عذرا ودير السنة يصب الليل شوية فأشار برأسه نعم فلينته فأمره وفي رواية أنه استند بها كأحسن ما كان مستند. شكرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تنظيف السواك المشاق بين يدي رب سبحانه وتعالى الدريح حبه عطيه ولكن وبين يديه ركبه الثيابات فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح فيهما وجهه يقول لا اله الا الله ان للموت سكرات. النبي صلى الله عليه وسلم نبي يقول ان للموت سكرات. الشعر
تحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: سمعت مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الله اغفرني وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. رب اجعلني من الذين رب سبحانه وتعالى يشوف مع هؤلاء النبيين والصديقين والعليين. كرر الكلمة الأخيرة ثلاثا: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، الله الرفيق الأعلى. وما زلته ولحق بالرفيق الأعلى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقع هذا الحادث حين اشتدت الضحى من يوم الاثنين 12 من الأول سنة 11 هجري، وقد تم له صلى الله عليه وسلم 63 سنة وزادت 4 أيام. كان استئذان 4 أيام بالنسبة لحسب أنه ولد في 9 شباب. اللهم إنا آمنا برسولك قبل راح، فلا تحرمنا الله من رؤيته، ولا تحرمنا الله من شفاعته، ولا تحرمنا اللهم من حوضه يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوضه، اللهم واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد التوابين، اللهم صل على سيدنا محمد التائبين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم ادخلنا في زمرة عبادك الذاكرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يكثرون الصلاة على النبي، اللهم بفضل الصلاة على النبي ادخلنا في زمرة عبادك الصالحين، اللهم بفضل الصلاة على النبي ادخلنا في زمرة عبادك الذاكرين الشاكرين، اللهم في زمرة عبادك المتقين، اللهم ادخلنا في زمرة عبادك القانتين. اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. ببركة الصلاة على رسول الله، ببركة الصلاة على رسول الله، ببركة الصلاة على رسول الله. اغفر ذنوبنا واستر في حمدك عيوبنا، واستر في حمدك عيوبنا. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم باركنا في أسماعنا وقوتنا في سبيلك ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ومن لهم حق علي ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومن لهم حق علي ولجميع المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر للآباء والأمهات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وجميع الجيران والأحباب وكل من كان يحضر معنا يا رب العالمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمعهم عقدة معادلة لنصرة هذا الدين. اللهم انزع في قلوبنا الحقد والضغينة يا رب العالمين، انزع في قلوب المسلمين الحقد والضغينة والعداوة والبغضاء يا رب العالمين. ألف بينهم يا رب العالمين، ألف بين جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، واقتل من خذل المسلمين. يا مولاي يا متين، يا مولاي يا متين، يا مولاي يا متين. اللهم اجعل تقواك زادنا، والثقة بك ثبرنا وأنقاذنا، وأكثر من الخوف والجوع والفتن
من الملحوظ وصالح ثلاثة وسبعين من المسلمين. اللهم يا